أنا برضو. ست عرية؟ مش ممكن، أنا مش مصدق عينيا. يا أخي دوختني، بعت لك كذا مرة، أنت بتروح فين؟ دي خطوة عزيزة جدا يا ست عرية. أنت نورت الدنيا كلها. والله العظيم ما عارف أقول لحضرتك إيه. ما تقولش حاجة. بقى الأغاني الحلوة دي بتطلع من هنا. جو شاعري جميل فعلا، فعلا. مبروك الشريط. قصدي حضرتك شريط حلمي. لا شريطك انت، انا برضو ينضحك عليا. هو حلمي قال لحضرتك؟ لا انا اللي قلت له. الولد كويس قوي وبيحبك، انما انا من يوم ما سمعت صوتك وهو لسه في وداني، وعشان كده قررت اني اتبناك. ست حورية، انا اكيد بحلم. لا تعالى نقعد في الهوا شوي. قلتلي بقى، سقطوك في المعهد وخدوا صوتك ونسبوه لحد غيرك، ناوي تعمل ايه؟ والله ما عارف يا ست حورية. مشكلتك انك نجحت نجاح مش نجاحك، وعاوز تثبت للناس عكس كده، صح؟ يبقى مفيش قدامك غير حل واحد، انك تغني غنى مختلف تمام وتنسي الناس النجاح الاولاني بنجاح اكبر. والله العظيم ما عارف اقول لحضرتك يا ست حورية. حضرتك كأنك بتقري أفكاري. يبقى لازم تلاقي الأغنية اللي بتوجع، اللي تأثر، اللي تعلم في الناس، ودي مش هتلاقيها لوحدك. وفي نفس الوقت لازم تدخل المعهد وتسمع غيرك قالوا إيه، غنوا إيه، وإنت تجدد. ما أنا حاولت يا ست حورية، كنت عايز أخش المعهد فعلا وأتعلم. ده أنا ما صدقت إنهم عملوا نسبة الدخول بالمجاني، بس خلاص قفلوا الباب. قفلوا الباب هيفتحوه وهتدخل. ازاي؟ بالمصاريف هتدخل في أي وقت، المهم تبتدي. دول 10,000 جنيه يا ست حورية. أنا هدفعهم لك. لا يا ست حورية، أنا متشكر قوي، كفاية عطفك عليا وتشجيعك ليا. أنا لا يمكن أقبل إن حضرتك تدفعي لي المصاريف. الحمد لله أنا أقدر أكسب فلوس. أنا هعمل شريط تاني لعلمي في نفس الشركة، وبالفلوس دي هقدر أدفع مصاريف المعهد. لا أنت مش هتعمل شريط تاني لحلمي، الغلطة دي مش هتتكرر. صوتك ده كبريائك، كرامتك، هتتنازل عنهم؟ ست حورية، أنا كفاية عليا عرضك ده، وكفاية عليا إنك حسستيني بالثقة في نفسي، وإني في يوم من الأيام ممكن أبقى حاجة. مجيتك عندي أكبر وأغلى من كل فلوس الدنيا. أنا مستعد أعمل اللي حضرتك بتقولي عليه، بس عشان خاطري يعفيني من موضوع الفلوس ده. أنا لو قبلت منك فلوس مش هنجح، أنا عارف نفسي. ومين قالك إني هديك فلوس؟ الفلوس هتدفع بكرة في المعهد، أنت عليك إنك تروح تدرس بس، والباقي على ربنا وعليا. بس يا ست حورية. ما تبسبسليش. حاضر. أنت تروح تنام دلوقتي، وبكرة الساعة 9 تكون في المعهد. ما تحبكهاش قوي كده يا طارق. حاضر. هو عيب إن أم تساعد ابنها؟ أنا ما خلفتش ولاد، ما عنديش غير بنتين. يضايقك لو تكون ابني اللي ما خلفتوش؟ حورية، أنا هفضل طول عمري مديون لك. مش يمكن أنا يا ابني اللي مديونالك؟